حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذا المساء، نطرح عليكم ملفان وهذه عناوينهما. إسرائيل في معضلة سياسية عقب نتائج الانتخابات، تعقيدات في إمكانية تشكيل الحزبين المنافسين الحكومة القادمة، وواشنطن ترسل غرينتلت للقاء غانتس ونتنياهو، فهل بدأ يحضر ترامب لبديل الأخير؟ بعد الرياض، بومبيو في أبو ظبي يبحث خيارات الرد على هجوم أرامكو، البنتاغون يشير إلى ضلوع طهران في الهجوم ويترك القرار النهائي لترامب، فهل ستقوم واشنطن برد عسكري على قواعد للحرس الثوري الإيراني؟ معضلة سياسية وانتخابات تاريخية في إسرائيل. لا يبدو سهلا أمام الحزبين الكبيرين تشكيل حكومة واسعة والحصول على أغلبية 61 مقعدا في الكنيست. النتائج شبه رسمية التي رجحت كفة كحول لافان بفارق مقعدين عن الليكود لم ترجح كفة معسكر على آخر، لتبقى السيناريوهات مفتوحة على مصراعيها في ظل كثرة اللاعبين السياسيين وعدد الأحزاب التي تشكل مفاتيح تشكيل الحكومة. ولا تنفصل الانتخابات الإسرائيلية عن السياق الخارجي، فواشنطن سارعت في إرسال مبعوثها للشرق الأوسط ليلتقي بنيامين نتنياهو وهو أمر معتاد، أما لقاؤه مع غانتس فيمثل تماشيا أمريكيا مع ما يجري في الداخل الإسرائيلي. نبدأ النقاش بعد التقرير. توعد وتعهد بنيامين نتنياهو قبيل الانتخابات الإسرائيلية للكنيست 22 في حيلة سياسية لكسب الأصوات الإسرائيلية، إلا أنها وعوده لم تثقل كفة ميزانه، فجاءت مخالفة لتوقعات حزب الليكود ورجحت كفة ميزان حزب كحول لافان بزعامة بيني غانتس. فقد طالب نتنياهو بوجه شاحب نابع من ضعف موقفه السياسي الذي جعله يخرج بموقف مفاجئ، مطالب منافسه بيني غانتس للانضمام إليه في ائتلاف موسع لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعدما كان رافضا لها. خلال الانتخابات دعوت إلى تشكيل حكومة يمينية، لكن للأسف أظهرت نتائج الانتخابات أن هذا مستحيل. الشعب اليوم يحدد بين الكتلتين، ولهذا السبب ليس أمامنا خيار سوى تشكيل حكومة واحدة واسعة قدر الإمكان تضم جميع المركبات. وقد قابلت أمس أصدقائي في الأحزاب اليمينية وقررنا الدخول في مفاوضات ككتلة واحدة ذات تمثيل واحد. الآن أنا أدعوكم عضو الكنيست بيني غانتس، بيني يجب أن نشكل حكومة وحدة واسعة في أقرب وقت اليوم. يبدأ الصراع على رئاسة الحكومة الإسرائيلية بعد يوم واحد من انتهاء الانتخابات بين رئيس منتهية صلاحيته كان الأوفر حظا من بين سابقيه وتعاقب على منصب رئيس الوزراء لخمس جولات، وبين الجنرال السابق بأولى تصريحاته يعلن أنه سيقود بنفسه حكومة وحدة ليبرالية مستثني حلفاء نتنياهو من اليهود المتطرفين. أنا أعتزم تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة وليبرالية بقيادتي، حكومة تعبر عن إرادة الشعب ووعودنا الأساسية للجمهور. أما مشاورة اختيار رئيس الوزراء القادم فستبدأ يوم الأحد، كما أفاد بيان رسمي صادر عن الرئيس الإسرائيلي رؤوفي ريفلين، إذ سيجتمع مع جميع الأحزاب التي كان لها نصيب في مقاعد الكنيست، ومن بعدها ستبدأ المحادثات مع أعضاء الكنيست الذين تم توصيتهم لتشكيل الحكومة، وبناء على التوصيات سيتخذ الرئيس قراره. وفي سياق متصل بصفقة القرن التي حدد لها أن تعلن بعد انتخابات الكنيست الإسرائيلية، أعلن عن زيارة المبعوث الأمريكي الخاص بالشرق الأوسط غرينبلات إلى إسرائيل للقاء المتنافسين نتنياهو وغانتس لبحث موعد نشر صفقة القرن الأمريكية. للخوض في عمق هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو سيد أوليفير رافوفيتش، الخبير في الشؤون الجيوسياسية والعضو في حزب إسرائيل بيتينو. مرحبا بك سيد أوليفير. وينضم إلي سيد إسحاق ليفانون السفير الإسرائيلي الأسبق، مرحبا بك سيد إسحاق. نعم، وأيضا ينضم إلينا عضو التحالف الأمريكي في الشرق الأوسط سيد أشلي أنصار عبر خدمة سكايب من واشنطن. مرحبا بك معنا سيد أشلي، ومن مدينة القدس ومن أمام مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ينضم إلينا مراسلنا مروان عثامنة. مروان مرحبا بك معنا. السيناريوهات مفتوحة على مصراعيها فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، العديد من التصريحات والعديد من الآراء، ضعني في صورة آخر ما يجري في إطار هذه المناقشات. نعم مهند، بالفعل سيناريوهات مفتوحة وتوقعات أكثر. كانت آخر التصريحات الصادرة عن يعز هندل عضو الكنيسة يعز هندل من حزب كحول لافان أبيض أزرق، الذي كان قد صرح قبل قليل لأحد الراديوهات التابعة لحزب شاس
ويجب أن ننوه أن هنا يعز هندل كان من الطاقم الإعلامي وعمل لفترة طويلة مع رئيس الحكومة نتنياهو. يعز هندل قال بالحرف الواحد أن غانتس ينوي تشكيل الحكومة برئاسته ولا يستثني أحدا ولا يقاطع المتدينين. وبالأساس كان الحديث عن شاس وليس جميع المتدينين، كون شاس أكثر اعتدالا في مواقفها السياسية والاجتماعية من المتدينين الغربيين أجودات إسرائيل ودجل التراء. بالتالي هنالك محاولات حثيثة كما هي الحال من قبل نتنياهو الذي كان قد وطلب وحصل على توقيع جميع أحزاب اليمين بما فيها شاس على تعهد يتم بموجبه المفاوضات تفويض نتنياهو للتفاوض على حكومة ائتلافية مع غانتس ككتلة يمينية كبيرة واحدة. نعم. في المقابل نرى محاولات من قبل غانتس وحزبه لفعل مناورات لضم أجزاء من الأحزاب المعدودة على كتلة اليمين بغية تحقيق الأغلبية في حال حصل غانتس على أصوات شاس بالإضافة إلى كتلة مانعة من القائمة العربية المشتركة يكون لديه 66 صوتا، بالتالي يستطيع تشكيل الحكومة وكافة المناورات التي يقوم بها أو قام بها رئيس الحكومة نتنياهو حتى الآن هي قد تكون باءت بالفشل. لكن في المقابل هنالك محاولات حثيثة وتعهدات كما أسلفنا والكثير من المناورات التي لا تبدو أن الصورة جلية حتى الآن، لكن يمكن أن تتوضح أكثر بعد لقاءات التشاور التي سيعقدها رئيس الدولة روبي مروان باقتضاب. هل أجرى المبعوث الأمريكي بداية منذ اليوم الأحد جيسون غرين 3 لقاءات كان من المتوقع عقدها؟ هل وصل وأجرى المبعوث الأمريكي جيسون غرين 3 لقاءات مع بنيامين نتنياهو وغانتس؟ لا، حتى اللحظة لم يصل جيسون غرينبلات إلى هنا، على الأقل إلى بيت رئيس الحكومة أو إلى مقر رئيس الحكومة. هنالك حديث أنه سيصل الليلة، لا يوجد توقيت واضح بالنسبة للقاءاته التي تتسم بطبيعة الحال بالكثير من الكتمان. لكن ما أفصح عنه أنه سيلتقي برئيس الحكومة نتنياهو وبرئيس حزب كحول لافان أبيض أزرق بيني غانتس للتباحث معهما بالأساس في موضوع صفقة القرن، حيث كانت الإدارة الأمريكية أعلنت في السابق أنها بصدد الإعلان عن صفقة القرن قريبا جدا، وكانت أجلتها مرة تلو المرة. ويجب أن نذكر مهند أن كانت الإدارة الأمريكية قد أجلت صفقة القرن أيضا في شهر أبريل الماضي بعد الانتخابات الإسرائيلية، وحضرت جيسون غرينبلات ومعه طاقم التفاوض لإسرائيل. وهذه المرة يتكرر نفس السيناريو، لكن لا، على ما يبدو أن الأمريكان يحثون الخطى ويدفعون الجانبان إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة من شأنها التعاطي مع صفقة القرن المزمع إلى ضيوف. نعم، شكرا جزيلا مراسلنا من مدينة القدس ومن أمام مكتب رئيس الحكومة. سيد أشلي، أبدأ معك بهذه النقطة قبل أن أخوض في عمق السيناريوهات المفتوحة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة. لماذا برأيك في هذا التوقيت يبعث ترامب مبعوثه للشرق الأوسط جيسون غرينبلات للقاء ليس فقط بنيامين نتنياهو إنما بيني غانتس رئيس تحالف كحول لافان؟ هو بلا شك أن الرئيس ترامب وأيضا المستشارين الأمن القومي في واشنطن شاعرين أن في نوع من التعثرات ما بين الحزبين، وأن نتيجة الانتخابات متقاربة جدا، وبالتالي لابد يكون في تحالف وطني بيشمل المجموعتين، ويجوز نتنياهو لن يكون رئيس الوزراء المقبل. نتنياهو بقاله انتخب خمسة مرات، وبالتالي أعتقد أن واشنطن تميل إلى أن في رئيس وزراء جديد يجي ويمسك هو التحالف الوطني. وأيضا مشروع القرن الذي كوشنر أن ترامب يتولاه بصفة خاصة لا يستطيعين أن يتقدموا في هذا المشروع مع الفلسطينيين أو مع الدول العربية إلا إذا كان في تحالف وطني إسرائيلي وفي رئيس وزارة مخصص لهذه العملية وموافق على هذه العملية. نعم. وأيضا رئيس ترامب صباح اليوم ألقى very strong statement، قال لك إحنا صداقتنا الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل وليس مع نتنياهو، وبالتالي الرئيس ترامب عملها واضح وصريحة إن اللويالتي بتاعت أمريكا is to the Israeli people. نعم. بهذه النقطة سيد أشلي دعني أنتقل لسيد ليفانون هنا في الاستوديو. سيد ليفانون، قبل أن نتحدث عن السيناريوهات المتوقعة لتشكيل الحكومة وتعقيدات المسألة
في إسرائيل. هذا التصريح من قبل دونالد ترامب. هناك من قال بأنه نوعا ما مفاجئ، قال الولايات المتحدة مع إسرائيل ليس مع نتنياهو. وهناك من قال أيضا بأن ترامب لم يقدم ذات الهدية التي قدمت لنتنياهو في الانتخابات الماضية. على ماذا يدل هذا التغيير؟ خليني أكون صريح، أنا أظن أن السيد ترامب كان باستطاعته أن يعطي تصريح مختلف، ولكن كان هو يعني تلقائي، وهذا هو يعني نوعية الرئيس الأمريكي الذي هو يقول ما يحسه أو ما يفكره وإلى آخره. النقطة الثانية هي صحيح أن الرئيس ترامب والجميع المجتمع الإسرائيلي ليس هنالك فائز في هذه الانتخابات. إذا كان هنالك فائز سواء كان بيني غانس من كحول لبان أو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كان طبيعي أن سيد ترامب يعني يبارك على واحد الفائز في هذه الانتخابات، ولكن الوضع هو أنه ليس هنالك أي فائز. ودفع سيد ترامب أنه يقول نحن باتصال مع إسرائيل، إسرائيل يعني الكل سواء كان رئيس الوزراء أو كحول لبان أو كل شخص آخر نحن يعني هذا هو تصريح حسب رأيي كان يعني محتمل أن يكون مختلف، ولكن هو يعبر عن صداقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. نعم، أرحب بضيفي هنا في الاستوديو سيد ميخائيل كلاينر عضو الكنيسة السابق عن حزب الليكود. مرحبا بك سيد ميخائيل، ولكن دعني أطرح تساؤل على سيد أوليفير. هناك من قال بأن المفتاح الأبرز في هذه الانتخابات هو إسرائيل بيتينو ورئيسها أفيغدور ليبرمان. خرج قبل قليل عبر مصدر سياسي داخل الحزب بأن هذا الحزب لن يوصي لا على بنيامين نتنياهو ولا على غانتس في حال عدم تقرير تشكيل حكومة وحدة وطنية. برأيك هذا المفتاح إلى أين يتجه في هذه المعضلة السياسية؟ إسرائيل بيتينو بمسؤول של ليبرمان تحت قيادة ليبرمان إسرائيل بيتنا، قالوا منذ البداية بأنهم يريدون حكومة وحدة وطنية تشمل ليكود وأزرق أبيض وإسرائيل بيتنا بدون المتدينين والمتطرفين الدينيين. هذا ما نحن نريده، والوضع هو أن هناك انتصار صغير لحزب معين، ولكن هذا لا غير يعني ثابت أو غير نهائي، ولذلك هناك أطراف ليست مستعدة لحكومة وحدة وطنية. الوضع في إسرائيل بيتنا هو مفتوح، نحن نسمع للكثير من الأقاويل ولكن بدون أي تحاليل. إسرائيل بيتنا تريد دولة حكومة وحدة وطنية لمصلحة دولة إسرائيل، ولكن في هذه النقطة نحن لا ننصح أو لا نفضل طرف على طرف. سيد كلاينر أنتقل إليك، شاهدنا منذ صباح هذا اليوم دعوة بنيامين نتنياهو وحزب الليكود للتفاوض مع بني غانتس، ولكن الأمر واضح بالنسبة لغانتس. برأيك الليكود إلى أين يتجه، خصوصا وأن نتنياهو أمام جلسة استجواب في بداية الشهر القادم؟ المشكلة ليست التحقيقات، التحقيقات ستكون عملية، جلسة عملية واسعة وبعيدة الأفق وواسعة النطاق والكثير من الاستماع وغير ذلك، ولكن أعتقد أنه من المهم أن أتحدث عن نقطة تحدثت فيها مع زميلي. إسرائيل بيتنا تقول أنهم يريدون ليكود وأزرق أبيض، ولكن المشكلة أن كلا الطرفين وضعوا شروط مستحيلة. أزرق أبيض قالوا أنه بإمكاننا عمل ذلك، جاهزون ولكن بدون الليكود، ولكن الليكود لا تقبل بأن تأتي جهة تفرض عليها ما لا تريده. هنا نرى غانتس، لبيد ويعلون. ليكود حزب كبير مع 120 عضو، والليكود لم يبدلوا بنيامين نتنياهو. ومن ناحية أخرى الليكود منذ البداية عملوا شيئا مهما، بنوا كتلة من
65 عضو من الكنيست قالوا كلهم أنهم يوصون ببنيامين نتنياهو ولا يريدون أي تحالف بدون أي طرف، وهذا يؤكد بأن غانتس لن يكون رئيس الوزراء. هناك فقط ثلاث إمكانيات لبنيامين نتنياهو: إما أن يذهب لحكومة وحدة وطنية مع ميرتس وغانتس، أو أن يذهب لانتخابات مباشرة وجديدة، أو أن يواصل الدرب مع الليكود والمتدربين. نعم، ذلك ليبرمان، آسف، ليس بيبي. ولذلك إذا جاءت كافة الأحزاب وتماشت مع ما يدعونه أو يقولونه فسنرى انتخابات قادمة. نعم، قبل أن أنتقل سيد إسحاق، تفضل سيد ليبرمان. التعقيب بمسو متان في المفاوضات لا يمكن أن يدعم شخص نفسه اليوم، لا يمكن أن يواصل الضرب لوحدهم مع 61 مقعد. ما رأيته من أصدقائي من اليمين هو أن هناك عنصر ممكن أن يعمل تغيير دراماتيكي، وهو رئيس الدولة. رئيس الدولة اليوم يمكن أن يلعب دورا مركزيا بالفعل، لأنه يمثل الجميع، والشعب لا يريد أن يذهب لانتخابات جديدة. هذا فعلا مروع، وخاصة مع الوضع الأمني الذي تحدثتم عنه. هناك إمكانية أخرى، أنه إذا نتنياهو لم ينجح في تشكيل حكومة وحدة وطنية للمرة الثانية، فشل في ذلك، هو فشل له، ولكن إذا غانتس أيضا فشل في ذلك سيتجهون لجهة ثالثة، لا غانتس ولا نتنياهو، لجهة معينة يمكنها عمل ذلك، ولكن من ناحية الحقائق لا يمكن عمل ذلك. لا، اليوم أمامنا وضع غير واضح، ولكن أعيد وأكرر أن رئيس الدولة يمكن أن يلعب دورا في ذلك، وأن يؤسس عملية مختلفة عن كل ذلك من أجل أن نخرج من هذه المعضلة. هذا الشيء مرتبط بالقانون. القانون يقول أنه إذا فشل المرشحين هناك 21 يوم، وإذا تم الفشل ضمن 21 يوم سيذهب للانتخابات جديدة. ضمن 21 يوم إذا 65 عضو للكنيسة قد وقعوا على تشكيل حكومة فهذا سيشكلها. في هذا الوضع سيناريو انتخابات ثالثة ليس ببعيد أيضا سيد إسحاق، ولكن من ناحية أخرى هي انتخابات كما وصفت انتخابات لا جدوى منها في نهاية الأمر إن توجهت إليها. ما هي السيناريوهات الأقرب لتشكيل الحكومة؟ أنا أظن أن الجميع يتحدثون ويقولون لا يريدون انتخابات ثالثة في غضون سنة واحدة، ولكن للأسف الشديد يبدو أن هذا هو الاتجاه. بما أنه إذا بصورة يعني واضحة نحن حللنا الوضع، عندما الليكود يقيم كتلة 55 ويقول نحن كتلة واحدة ومع هذه الكتلة نحن سنبدأ المحادثة مع أي طرف، هذا يعني أنه أنت تتجه إلى وضع مستحيل أن تصل إلى أي حل. النقطة الثانية هي سيد فيكتور ليبرمان وحزبه ربما يعني الاقتراح تبعه هو اقتراح حكيم، ولكن السؤال كيف باستطاعتها أن تترجمه إلى الفعل، كيف ستقوم مع هذه الوحدة. لأنه إذا كان هنالك الليكود كحزب مش الكتلة، الليكود كحلفان وإسرائيل بيتينو وربما حزب العمل، فعندك أغلبية كبيرة جدا، عندك أكثر من 70، وليس لديك لا المتطرفين ولا الآخرين والآخره، وهذا ستكون حكومة قوية جدا. ولكن كيف سيشكل هذا الجسم؟ فقط إذا كل الأطراف بدون أي استثناء يتنازلون. بما أنه عندما كحلفان تقول أنا لا أجلس مع بنيامين نتنياهو وبنيامين نتنياهو هو رئيس كتلة الليكود، عليهم أن يتنازلوا،
وعندما ليبرمان يقول أنا لا مستعد أن أجلس مع فلان علان، عليه أن يتنازل. السيد بنيامين نتنياهو الذي لا حصل على الأغلبية، عليه أن يتنازل أيضا بخصوص المشاكل الشخصية الموجودة. لذلك إذا كان باستطاع جميع هؤلاء ثلاث الكتلات الكبرى وحزب العمل، ربما حزب العمل، يتنازلون على المواقف الصلبة التي أخذوها. تنازلوا في المرة الماضية سيدي. لا اليوم يعني شيء جديد، بما أنه في نتائج انتخابات. قبل الانتخابات مستحيل يعني مسموح لك أن تقوم بأي خطوة، ولكن بعد الانتخابات هنالك نتائج. بمشور ايديولوجي ان كشف بن في مجال الايديولوجيا ليس هناك اي علاقه بين اليمين والمتدينين المتطرفين. اليوم لدينا جهه تمشي مع مصالح نتنياهو على حساب الشعب. نحن في اسرائيل بيتنا، نحن لا نتماهى مع القائمة الموحدة، ولكن لا نفهم أي كتلة يمينية تريد أن تحافظ على قوتها على حساب الجميع. ولكن ما رأيناه هنا أن هناك جهات خرجت من جهة اليمين إلى التنازلات لكي يبقوا في السلطة بأي ثمن، وأن يتماهوا مع جهات لا يوجد لها أي علاقة مع اليمين، منها أكدوتا تورا وأجزاء أخرى وبنت وشاكيد. ما يمكن جابتنسكي وغيرهم أن كانوا يتواصلوا في الماضي. لا محتمل أنه إسرائيل بيتينو وليبرمان أن يجلس مع درعي، هم أصدقاء في الماضي ولكن مش كلهم يعني مسيحيين. يعني محتمل أن تختلف الأوضاع إذا كان هنالك ليونة أو تنازلات من جميع الأطراف. بدون ذلك الاتجاه الوحيد الذي أنا أراه هو انتخابات في فبراير، مش في يناير. هذه الكتلة بنيت الآن من أجل المحافظة على السلطة بأي ثمن من جهة الليكود، ونحن نرى ذلك كأمر حزين. نحن لسنا ضد نتنياهو، ولكن نقول بأن نتنياهو وغانتس وإسرائيل بيتنا يمكن أن يتحالفوا سويا. ما الإشكالية؟ الجميع متفق على حكومة وحدة وطنية، ليكود وكحول لافان وإسرائيل بيتينو. أني نجد. نحن الليكود لا يفكر في المفلجات لن يترك الجهات التي تحالفت معه ضد الشمال بدل اليسار. آسف، والشاس أفيلو اتسترق. إذا كان بوقت بيغن رأينا شيئا مشابها. الرجاء عدم تقطيع الكلام. شاس قد انضموا مع رابين فقط عندما عملوا تحالفا، وبعد ذلك في جميع تلك السنوات شاس انضمت للليكود بالوقت الذي لم يكن معه. ولكن منذ عام 77 رأينا أن شاس تحالفت دوما مع الليكود. نحن لن نقوم بالتخلي عن شركائنا، ولكن مع كل الاحترام لذلك التحالف الإيديولوجي، إسرائيل بيتنا كانت دوما معهم. ولكن في الكنيسة الأخيرة رأينا إشكاليات حول الدين والدولة. أفيغدور ليبرمان قال أنه يريد أن يحافظ على ستاتسكو، ولكن رأى أن الأحزاب المتدينة تحاول تغيير الوضع القائم الستاتيكو، ولذلك يمكن أن نرى ائتلافا مع ليبرمان في الكنيسة كما كان يجب أن يكون في البداية. الرجاء وحسب رأيي ليبرمان وغانتس
أنا أفضل ليبرمان على غانتس كشريك، وطبعا أفضل أن يكون ليبرمان رئيس الوزراء بدل بيرت، ويمكن أن ينضم سيد ليبرمان باغتضاب يعني. ولكن هناك من تحدث في حزب الليكود على أن ليبرمان يساري وإسرائيل بيتينو يسار، لكن بده كلام يعني يساري ويمني. ليبرمان هو ليبرمان، ولكن يعني أنا أريد أن أرد إلى صديقي هنا. عندما السيد بنيامين نتنياهو هو حزب الليكود يقول نحن لا نتنازل عن شركائنا، هذا يضع الأوضاع في طريق مسدود، انتخابات ثالثة على ما يبدو، هذا قد يكون يريده بنيامين نتنياهو. كحول لفان ليبرمان والكتلة المشتركة باستطاعتهم أن يكيموا السفير الإسرائيلي الأسبق، شكرا جزيلا لك. لم يبقى الوقت، سيد أوليفيا رافوفيتش وسيد ميخائيل كلاينر. بهذا مشاهدي الكرام وصلنا لختام الشق الأول من هذا المساء، دقائق قليلة ونعود إلى ملفنا الثاني، فابقوا معنا.